السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي هوات هاجر شانيل. مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم بغيت نشارك معكم طنجية مراكشية في الكوكوت مع شلاضة باردة خفيفة، كتجي زوينة. غادي نحتاجو أول حاجة في الطنجية، غادي نحتاجو اللحم على حساب اللي عندكم، على حساب المستطاع، معلقة كبيرة ديال السمن، معلقة كبيرة عامرة الكمون حبوب، وإلا ما كانش متوفر نديرو كمون مطحون، وهم الأحسن نديرو حبوب، وكركوبة الثومة مغسولة مزيان صغيرة، أنا فرتتها، ولا ديروها صينة راه كادو ما كتبقاش تبان. والزعفران حر درتو في كاس الماء قبل خليته يطلق، ونص كاس زيت الزيتون، ومصيرة معسلة. الملحة راه ما كداش كتجي مالحة. غادي نديرو كلشي في الكوكوط، وديك الثومة غادي نمعسوها شوية بالمساعد نديرها، ونديرها فوق البوطه على نار مهيله، ونخليوها تطيب على خاطرها، ومره مره نحركوا الكوكوط لا تلصق لينا حيت ما فيهاش الماء بزاف. وغادي نوجدو الشلاضه اللي غادي نحتاجو فيها الرز مسلوق، انا درت جهه ضربه هاد الرز، وبصله ومطيشه مقطعين طرونش، والبيض والطون والزيت اللي صفينا من الطون، وشويه الخل والزيتون للتزيين، ولا صوص باش غادي نسقيو الشلاضه فيها شويه زيت الزيتون وشويه الخل والملح والبزار. غادي نخلطو الرز هو الاول، غادي ندير فيه الزيت الطون والخل، واللي ما بغاش ديك الزيت يدير مايونيز، غير هاد الشلاضه انا ما كنديرهاش فيها وكتجي زوينه. غادي نصطف الرز هو الاول، نقادو في الطبسيل، عاد كنزيد عليه مطيشه، عاد كنزيد البصله اللي قطعنا طرونش، والطون والبيض المسلوق، والزيتون باش كنزينو. وتقدروا تزيدوا طاق زبور ومعدنوس من الفوق، ومن بعد ما كنزينها كنسقيها بديك لاصوص اللي وجدت، وهذه الشلاضه اللي قدمت مع الطنجيه، والطنجيه تاعي كتجي زوينه ومعلكه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.